سلم أبو شبك زملي عفدوه كابتن. أهلا وسهلا فيك في مدينة البصرة، كلمنا على انطباعك عن مدينة البصرة بعد وصولك إلى المطار. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أكيد الحمد لله يعني شاهدنا كل الأمور المحفزة والسهلة والبسيطة من المطار للفندق، الكل كان يعني مسهلنا الأمور ميسر الأمور إلى آخر درجة. البصرة أكيد يعني سمعتها كبيرة من قبل أصلا ماني، واليوم ما شاء الله شاهدنا التجهيزات من الجميع وشاهدنا الترحيب من ناس البصرة الموجودين فاتحين بيوتهم فاتحين قلوبهم لإخوانهم الخليجيين. كابتن سؤال، قبل أشهر في تصفيات كأس العالم المنتخب الإماراتي يقال بأنه اعتذر بتصفيات كأس العالم، ما هو الفرق بين الأشهر والآن؟ هذا الكلام غير صحيح، المنتخب الإماراتي لم يعتذر، والدليل أن احنا كنا موجودين وشاهدنا الملاعب وشاهدنا كل شيء وعملنا تقرير ممتاز، لكن هذه أشياء خارجة عنا نحن، وفي النهاية لعبنا المباراة وكانت مباراة جيدة وفاز فيها العراق. بالعكس نحن الإمارات داعمة للعراق في كل الأمور، واليوم شاهدنا يعني المنتخب من أوائل المنتخبات اللي وصلت البصرة وشاهدنا كل شيء يعني جيد لنا كفاسيليتي كمعايير للمنتخب ويتماشى مع المنتخب معاييره. هل كان الاتحاد الآسيوي وهو كان المشكلة في الموضوع؟ هذا الموضوع خلاص انتهى وصفحة وتسكرت، بس هذا يعني نحن المباراة انتهت وكل شيء وشاهدنا كل شيء، الأمور الحمد لله حاليا ممتازة والأمور كلها طيبة لنا كإماراتيين في الملاعب والفاسيليتي اللي شاهدناها في العراق. كابتن، ما هو انطباعكم عن الأجواء العراقية والبصرية تحديدا؟ أكيد الحمد لله انطباعاتنا ممتازة، يعني اللي شاهدناه من حفاوة استقبال من ترحيب من أمور من الفندق مكان الإقامة الأكل الملاعب كل الأمور الحمد لله طيبة، يعني ما نشوف من أخواننا العراقيين إلا كل شيء طيب الحمد لله. كابتن، رسالتك للجماهير المتخوفة من المجيء للبصرة؟ والله الجمهور هم وقود الملاعب وما أعتقد هناك في جماهير متخوفة، بالعكس الأمور طيبة وكل شيء، يعني الحياة جميلة وبسيطة وكل حد موجود يعني، وشاهدنا كثير من أخواننا الخليجيين متوافدين إلى البصرة من قبل بداية البطولة تقريبا بأربعة أيام خمسة أيام. كابتن سؤال أخير، سبب استبعاد الكابتن علي مبحوث عن قائمة الفريق؟ كابتن هذه أمور فنية ترجع للمدرب ونحن نحترمها، نحن كجهاز إداري ندعم اللست واللاعبين الموجودين نهيئ لهم كل ظروف النجاح للأهداف، وكلنا ثقة إن شاء الله في المجموعة الموجودة إن شاء الله أنها تقاتل للوصول للأهداف المطروحة من قبل المدرب في كل مباراة. طموح المنتخب الإماراتي أكيد المنافسة على اللقب إن شاء الله. شكرا جزيلا.